يمكن انا طبعا مش متخصص قانوني، ولكن بالحديث مع بعض الاصدقاء او الاساتذه المتخصصين قانونا انا كنت بتساءل، ان ده تساؤل طرح من قبل ناس كتيره، ازاي نفس الجريمه تعرف ويكون لها عقوبتين. نعم. يعني كيف تحدد جريمه بنص بتعريف ثم تقول لو الجريمه دي طبقت على فرد تكون عقوبتها مثلا سنه، ولو على موقع حكومي تكون عقوبتها 3 سنين. لكن يعني افاد ليا بعض المتخصصين ان هناك مبدا في القانون اسمه تغليظ العقوبه. في بعض الاحوال يجوز تغليظ العقوبه اذا كان الضرر المترتب على نفس الجريمه اكبر بكثير، فلا شك ان اختراق موقع حكومي قد يضر بالاف المتعاملين مع الموقع، غير موقع يخص شخص معين. سرقه حساب على الفيسبوك غير سرقة يعني الحساب. يعني التغليظ العقوبة يعني بيتوازى مع عدد الأشخاص المضارين مع حجم الضرر. مش بالضرر العدد أو أنواع الضرر، ممكن يكون شخص هو شخص لكن الضرر هنا غير الضرر هنا، الضرر هنا شخص اعتباري مؤسسات دولة، يعني الإفصاح عن بيانات مؤسسة في الدولة. نعم. ربما تكون مؤسسات معلومات سرية، فالإفصاح عنها مش هيكون بقدر معلومات سرية تخص فرد. نعم خدت بال حضرتك، فدي المشكلة. دكتور